السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، كلمة سمعتها وما نسيتهاش ابدا من يوم ما سمعتها يا جماعه، كان في حوار بيتعمل مع لعيب اسمه روماريو، كان عنده 35 سنه خلاص زي خيل الحكومه خلاص هيعتزل، وكان في لعيب لسه طالع لعيب برازيلي مشهور جدا عالميا وقتها اسمه رونالدو، كان عنده 17 سنه، فبيعمل حوار مع روماريو وهو خلاص بيودع الملاعب، فبيقولوا له ايه رايك في رونالدو؟ قال كلمه ما تتنسيش ابدا، قال ينتظره ايام رائعه. قلت يا شوف اهل الدنيا، حسيت ان واحد بيتسحب منه حاجه غاليه قوي على ايه، وشايف واحد تاني بياخدها وهو بيبص له كده وبيقول له يا بختك. ينتظره ايام رائعه. لا والله العظيم يا جماعه، الكلمه دي انا بقولها لكم انتم، الكلمه دي انا بقولها لينا احنا، بقولها لكل واحد عايز يتوب، لكل واحد عايز تعرف طريق ربنا، لكل واحد يبدا صفحه جديده مع الله، لكل واحد عايز ينطلق الى الله. ينتظركم ايام رائعه. يا كل واحد قلبك اشتاق لربنا، يا كل واحدة رايحة لربنا بقلبها مش برجليها، يا كل واحد نفسك انك انت كل يوم تقرب من ربنا خطوة جديدة، يا كل واحد قررت انك تتوب وقررت انك تتوبي. ينتظركم ايام رائعة، ايام رائعة. الدين ده اروع ايام في الحياة، اروع ايام. كان في احد الامراء زمان ماشي فيعني لقى بيت واحد من السلف، بيت قديم وشكله فقر رهيب، وكان هذا السلفي يسافر يحج، فقال بيت من هذا؟ قالوا بيت فلان. قال فلان، فلان ده اللي بيته. فالبيت كان حالة فقر رهيبة وجحدين وفي حالة صعبة جدا، فمسك كيس ذهب دنانير ذهب وألقاه فيه، فأول ما ألقاه فيه طبعا كل اللي في البيت أهل البيت والأطفال والزوجة كلهم هيتجننوا من الفرح، اختنينا في لحظة، ربنا فرجها علينا في لحظة، إلا بنت صغيرة خدت جنبه وقعدت تبكي، فما بتقول لها يا بنتي يا بنية لما تبكي؟ شوفوا ربنا فرجها علينا إزاي. فقالت يا أمي هذه نظرة نظرها لنا عبد، فكيف لو نظر لنا الله؟ يا شباب كيف لو نظر لنا الله؟ يا أمة محمد كيف لو نظر لنا الله؟ لو ربنا نظر لنا نظرة رحمة يحصل؟ طب لو ربنا نظر لنا، لا أنا قدام الكليبات ولا أنا قدام النوادي ولا أنا قدام لو ربنا نظر لنا لقينا بنعصي ربنا هيحصل إيه؟ ولو ربنا نظر لك لقاك بتبكي في السجود في الثلث الأخير، لو ربنا نظر لك لقاك ماسك المصحف قاعد تقرا وترتل وتبكي، لو ربنا نظر لك لقاك واقفة في التراويح بتبكي من كتر الخشوع، لو ربنا نظر لنا لقينا عايشين حياتنا في طاعة ربنا، كيف لو نظر لنا الله؟ ايام الدين، الايام الحلوه، الايام الجميله، الايام اللي ما تتنسيش. كان الجنيد يقول واهن يا ايام البدء، واهن يا ايام البدء، انت فين يا ايام؟ ايام البدايه، ايام الانطلاق الى الله، الايام اللي فيها ذكريات محدش يقدر ينساها ابدا يا جماعه، الايام الجميله اللي يعيشها لا يمكن ينساها ابدا. واحده اخت لبست نقاب قالت كلمه جميله قوي، بتقول انا حاسه ان انا عروسه الدنيا كلها بتزفني، انا عايزك تبقى عروسه الدنيا كلها تزفك، هدف السلسله دي انك انت تبقى عروسه الدنيا كلها تزفك من السعاده اللي انت فيها. ابراهيم بن ادهم كان مره مع اخوانه على شط نهر كده، فحط رجليه في الميه وقعد فرحان بقى دنيا وعيشه الملتزمين دي عيشه محدش يقدر يوصفها اصلا من السعاده، وقال لهم ايه؟ قال لهم انا لنجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. كنت انا ساعتها انا بفتكر الكلمه دي في مكان خلوي مع بعض الاخوه، قلت لهم والله العظيم وانا لنجد لذه لو يعلمها ابناء الملوك لجلدونا عليها بالسيوف. ما انساش ابدا مره ركبت مع والد احد اخواننا احد الشباب التائبين، قال انا لما حد بيسالني عن تاريخ ميلاد ابني بقول له 25/4/2003، انا اتجعست، قلت له 25 ده ابنه بيتخرج خلاص، ابنه اتخرج ما شاء الله وبيتجوز 25/4 ازاي؟ قال ده تاريخ التزام ابني. يا جنه والله يا جماعه، اللي بيلتزم ده بيبقى جنه في حياته، لو فتحت صدره تلاقي جوه جنه، انسان عايز سعيد، انسان من غير هموم، انسان ربنا كفيه كل همومه سبحانه وتعالى. احد الشباب كان مره بيقول تفتكر ان انا لو التزمت هعيش سعيد؟ يا ده انت هتذوق السعاده اللي محدش شافها والايام الرائعه اللي محدش شافها. يا ابني انت عارف رحمه ربنا قد ايه؟ لو ابني ساب ابوه والاب خلاص مش عارف يجيب ابنه، والابن قاعد تايه في الدنيا وسايح في الدنيا، وبعد كده الاب سمع ان ابنه اتسجن اتأثر اتقهر على ابنه، في ليله من الليالي لقى الباب بيخبط لقى ابنه قدامه، قال له يعمل له ايه؟ ويدي له ايه؟ ويعطيه ايه؟ ويفرح بيه قد ايه؟ ولله المثل الاعلى، انت اتأثرت في اسر الشهوات، لو رجعت لربنا ربنا يفرح بيك قد ايه؟ انتوا عارفين غنى
ربنا قد ايه؟ ده ربنا بيقول على قارون العبد الحقير واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة. يا جماعة الاستوديو اللي انا فيه ده استوديو كبير، استوديو واسع، لو ده اتملى ذهب يبقى بمليارات مليارات. طب تخيل بقى ان الاستوديو ده مفتاحه قد كده قد الصابع، امال خزائن قارون اللي مفاتحها الرجالة ما تقدرش تشيلها، وكل ده ما هوش حاجة في خزائن غنى الملك سبحانه وتعالى. ينتظركم ايام رائعة يا شباب، ينتظرك ايام رائعة، اوعى تضيعيها، اوعى تضيع ايامك الحلوة الجميلة. ينتظركم ايام رائعة لو عرفتوا ربنا وتبتوا لربنا يا اباء يا امهات يا أمة محمد. ينتظرك أيام رائعة لو مشيت في طريق ربنا، ينتظركم أيام رائعة في الدنيا، في الدنيا. واحد صاحبي كان عنده في درسه ثقب لف بيه على الدكاترة هيموته من الوجع، بيقول لي أول ما التزمت واستعملت السواك ربنا سبحانه وتعالى أذهب كل ده عني. واحد صاحبي بيقول لي أنا قبل ما التزم 13 ترم سقطتهم، مفيش ولا ترم عديتش نظيف، أنا معرفتش النجاح نظيف غير لما التزمت وغير لما تبت ربنا سبحانه وتعالى بكرم ربنا سبحانه وتعالى. شوف الحديث بتاع صحيح مسلم، إن الله لا يظلم مسلما حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. ولا حسنة الطريق ده ولا خطوة هتضيع عليك فيه، الطريق ده ولا غسلة شعر غلطتيها هتضيع عليك فيه، الطريق ده ولا تسبيح ولا يوم صمت ولا ركعة صليتها ولا آية قرآن قريتها هتضيع عليك فيه. تعطى بها في الدنيا، أعطى بها إيه؟ كل حاجة. أيام رائعة يا جماعة، أيام رائعة والله العظيم. اللي عايز يعيش الدنيا كلها، اللي عايز يعيش السعادة كلها والبهجة كلها يدخل في طريق ربنا. كنت مرة في أحد الدروس والواحد مشتاق لأي علامة من ربنا، علامة رضا من ربنا، فقعدت أدعي مع الشباب اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والآخرة، اللهم ارزقنا بشرى الدنيا والآخرة. تاني يوم لقيت مكالمة جايالي من مكان غير متوقع خالص، يعني لقيت واحد بيقول لي أنا شفت لك رؤية فيها كذا وكذا. قلت سبحان الله، ده احنا لسه داعيين ربنا امبارح. جربت إحساس إن ربنا بيحبك، ان ربنا فرحان بيكي، ان ربنا راضي عنك، ان ربنا فتح لك ابوابه. يا جماعة ينتظركم ايام رائعة، ايام جميلة، ده انت لو التزمت ايام جميلة والله يا جماعة. يعني ينتظركم قنوات فضائية اسلامية رائعة. تخيل انك انت هتقعدي قدام قناة وانت بتتفرج على برامج دينية جميلة مؤثرة جدا، تلاقي في النص طلع لك واحد بحلة تفال يقول لك عرض مميز جدا بتمن مميز جدا لحلة مميزة جدا ليها غطا مميز جدا. الحلة دي تنفع في كل حاجة يا جماعة، يعني ممكن ست البيت تطبخ فيها يبقى تطبخ فيها ست البيت، وممكن تبقى طربوش يلبسه راجل البيت، وممكن لو عندكم كتاكيت تملوها مية وتحبوا فيها كتاكيت البيت. ايام رائعة، ايام جميلة، ايام ناس بتحب ربنا سبحانه وتعالى وربنا ميسر لها امورها ومسهل لها حياتها. ينتظركم ايام رائعه في السعاده، في الراحه النفسيه. مره فتاه بعتت لي جواب عن مشاعرها تجاه ربنا، جواب جميل قوي يا جماعه، بتقول فيه واشرق قلبي بحب الله كما اشرقت الارض بنور ربها. قلت ياه على الجنه اللي الملتزمين عايشينها. يا كان في واحده اسلمت وكانت علامه دينها مطبوعه على ايديها القديم وعايزه تتخلص منها، من فرحها بالاسلام مش عارفه تشيلها، حرقت المكان اللي فيه العلامة عشان تخلص من اي حاجة فيها بعد عن ربنا. الكلمة اللي ما ننساهاش ابدا، ان في الدنيا جنة يا شباب، ان في الدنيا جنة والله العظيم، ان في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الاخرة. لا يا شباب انا بقول غير كده، انا بقول ان في الدنيا جنات، مش جنة واحدة والله العظيم، جنات جنات، جنة طلب العلم. قابلت احد الاخوة اللي اخوة طلبة العلم المجتهدين بعد جوازه باسبوع، فلقيته خسس جدا، فبقول له يا ابني ده الناس بتدخل بعد الجواز، قال لي من كتر حبي للعلم ما قدرتش، مراتي بقت تنام وانا مش قادر اقعد اذاكر لغاية ما تصحى وانا منوم قليل جدا. سبحان الله العظيم، بيحبه. احد الشباب بجنة الدعوة الى الله بيقول انا اول ما التزمت كان امنية حياتي امشي في الشوارع اقعد اكلم الناس عن ربنا. احد الشباب كان بيقول لي انا لا يمكن انتكس ابدا، قلت له ليه؟ انا خايف عليك من الانتكاس. قال لي لا يمكن. قلت له ليه؟ قال لي انا كل ما افتكر حالتي النفسيه قبل الالتزام وحالتي النفسيه دلوقتي اقول لا يمكن التزم ابدا. جنه السجود يا شباب، جنه السجود يا بنات، جنه السجود يا جماعه. احد الشباب بالصيادله اللي التزموا فاصحابه عايزين يطلعوا رحله، لازم تطلع معانا لازم، قال لهم يا جماعة ما تتعبوش نفسكم، ده انا سجدة واحدة بس من ايدين ربنا بكل الرحلات اللي طلعتها في حياتي. افتكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليه اشمعنى في السجود؟ من اللي عاشه
من اللي حسه يا رب خلي المشاعر دي بتروحش مني. افتكرت كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار. يكره ان يعود. مش قادر انا بعد ما عشت المعاني دي، مش ممكن افرط فيه، مش ممكن اسيبها، مش عايز ارجع. يا رب يا رب ثبتني يا رب، انا مش عايز ارجع. انا لو رجعت كاني بترمى في النار بالظبط، مش عايز ارجع يا رب. كلمة الصحراء الفرعون: لن نؤثرك. ايه اللي عاشوه جوه قلوبهم خلاهم يسيبوا كل حاجه، وخلاهم يتحدوا كل حاجه، وخلاهم يقفوا في وش الدنيا كلها؟ ايه اللي حسوا جوه قلوبهم يا جماعه؟ جنه القران. احد المفسرين قريت له كلمه عجيبه جدا، بيقول: وكدت ان اعرض عن تفسير سوره الانعام وسوره الرعد. بيكلموا سورتين دول عن ربنا، لان ما في صدري تجاههما واكثر ما استطيع ان اعبر به عنهما، بينهما فجوة هائلة لا يسدها شيء. انا مش قادر اترجم اللي في قلبي تجاه كلامك يا رب، مش قادر اترجم اللي جوايا تجاه معاني القرآن يا رب، مش قادر. قال: بس انا هعمل زي اللي بيشاور على نجم. هو بيشاور عليه بايديه، انما ايديه لا يمكن هطوله ابدا. يا جماعة الدين ده جنة، السجود جنة، القيام جنة. احد الشباب لما التزم كان يصحى قبل الفجر باربع ساعات، يقول: يا خسارة، يا دي الحسرة، ما عادش غير اربع، من كتر حبه في القيام، من كتر. احد السلف كان بيقول: اللهم اذن لي ان اقوم الليل في قبري، من كتر جمال. اوعى تفتكروا ان الدين صعب يا جماعه، الدين ده جنات. الصيام جنه، والقيام جنه، والصلاه جنه، والتوبه جنه. احد شباب احد النوادي الشهيره في القاهره، وخلاص ما عادش قادر، متعذب مش قادر، عايز يتوب. اتصل بواحد صاحبنا قال له: انا عايز اتوب، عايز ارجع. صاحبنا اللي اتشغل عنه سابه. فبيقول: فمره صاحبي بيقول لي، بيقول: انا مره طالع بالعربيه لقيت الشاب ده جاي بيجري عليا ووشه متغرق دموع وعينيه سايله دموع وعامل لي بايده كده اهوت: انت مش طالع، ما تطلعش. ولقيته هجم عليا بيقول لي: ما تسيبنيش، انا عايز اتوب لربنا، انا عايز ارجع لربنا. خده وفضل معاه لغايه ما راح يصلوا الفجر. بيقول وهو بيصلي جنبي الامام بيقرا، وده قاعد يتهز وقاعد يطلع لقدام ورا، انا مش عارف ماله. الامام يقرا التحيات وده قاعد يتهز، قاعد يتهز، اترنه بيرتجف، اترنه بيرتجف وهو بيصلي اول صلاه بعد التوبه لربنا. مشاعر التائبين يا جماعه، مشاعر اللي راجع لربنا سبحانه وتعالى، مشاعر الالتزام ده جنه والله العظيم، ما تتعوض. اوعى تخسريها في حياتك، اوعى تخسرها في حياتك. ينتظركم ايام رائعه في الاخره، في الاخره. الجنه يا شباب، الجنه دي جميله قوي، انا مش عارف ازاي الشباب ما بيموتش نفسه عشانها. ازاي يا جماعه؟ تخيل لو انا جيت لك النهارده: تعالى يا حبيبي انا عازمك النهارده على كافيار في الهيلتون، بكره بقى انا هعشيك على الساحل الشمالي حفله شوي، بعده هنروح الفير سيزونز عازمك على شويه مشويات حاجه ما حصلتش، بعده تعالى على الميريديان بقى هناكل بحريات اما هنشبع يا سيدي، بعده تعالى بقى اما افرجك على تركيا، بعده لا تعالى لشواطئ فلوريدا، بعده في جزيره في المحيط الهادي هنتفسح فيها، بعده تعالى على الساحل الشمالي في حاجه. تخيل المزارات السياحيه في الدنيا اصلا جننت الناس ومحدش بيلحق يتفرج عليه، امال المزارات الجميله في جنه عرضها السماوات والارض. والنهارده بقى الحياه الاجتماعيه، النهارده مع مراتك في يخت كده في نهر الكوثر بقى تطلعوا رحله خلويه عاطفيه جميله، بكره تزور النبي ومصعب وعمر وسلمان، بعده في قعده مع سيدنا موسى وسيدنا ابراهيم عليهم الصلاه والسلام جميعا، بعده في واحد صاحبك راح مع مراته جنات عدن ما رجعش مش عايز يرجع، قاعد هناك الموضوع عجبه هناك جدا، فانت هتطلع انت واصحابك تروحوا تزوروه رحله اخويه. حياه كلها ينتظركم ايام رائعه، تضيعوها ليه؟ يا جماعه الكلام اللي بقوله ده مش للكل الا ان يشاء الله. الكلام ده اللي هيركب في سفينه الالتزام، الكلام ده له ثمن، ادفعي ثمنه، ادفع ثمنه، ثمنه انك تعيش لربنا، ثمنه انك تقول عاوزك يا رب، ثمنه انك انت تقبل على الله في ربنا. اقبل ولا تخف، ما تخافش، خذها ولا تخف. موسى العصايه اللي شق بيها البحر كان خايف انه يمسكها وهي سر فتوح حياته باذن الله. اوعى تخاف من الالتزام، اوعى تخاف من الالتزام يا جماعه. الشباب المحروم، الشباب الغلبان، الشباب اللي ربنا حرمه، اسالي نفسك ليه ربنا حرمك؟ ليه حرمك من القيام؟ قال: هو انا عشان ما بقومش ده حرمان؟ ايوه حرمان. ليه حرمك من حبه؟ ليه حرمك من اليقين بيه؟ ليه حرمك من لذة ذكره؟ ليه حرمك من الدعوه الى الله؟ كنا مره منظر ما ننساهوش واحنا بنكلم شباب، فشاب من الشباب كان قاعد يرقص قبلها ومال الشارع رقص في وسط الشارع، قلنا ده سعاده ما فيش بعد كده بقى. لما كلمناه كلمتين عن ربنا قال: انا كنت من يومين بس بحاول انتحر. كل ده وهم وخداع وسراب، زي السويد اعلى دخل في العالم، اعلى نسبه انتحار في العالم. الكلمه دي ربنا قالها. الشاب ممكن اقف اتكلم معاه يقول لي: طب انا هو حياه الدين مش حياه خنيئه؟ بالمصطلح الشباب يقول لك مش حياه خنيئه، خنيئه الكلمه دي نفسها ربنا قالها في القران.
ومن يرد الله أن يضله يجعل صدره إيه ضيقا حرجا كأنما إيه يصعد في السماء. كل ما بتطلع الأكسجين بيقل، بتبقى خنقة خنقة، حياة خنيئة، حياة المعصية دي حياة خنيئة. أنا بقول لكل شاب مقبل على طريق المخدرات ينتظرك أيام أسود من لون المخدرات اللي بتتشرب، ينتظرك أيام بشعة لو ما تبتش. أنا بقول لكل واحد ناوي يعصي، بقول لكل واحد ناوي يعرض عن الله، ينتظرك أيام ما يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة عايزين نتوب لربنا، عايزين نتوب، ينتظرك أيام رائعة في الآخرة. في مخرج من المخرجين مات من أيام الدنيا، من ايام ايه، من اسابيع، الدنيا اتقلبت والموضوع مخرج داعر فاجر افلامه كلها قذرة في المعاني وفي، وناس دعاء ماتوا الفترة اللي فاتت نوروا الدنيا كلها بالدين والهداية، المخرج هو اللي الدنيا اتقلبت ليه والقنوات. ما تزعلوش يا جماعة، تزعلوش، شوفوا اول ما المؤمن بيموت بيحصل ايه، السماء بتتقلب والارض بتتقلب، بيحصل ايه؟ النبي عليه الصلاة والسلام في مصح عنه قال بيحصل ايه، صلى عليه كل ملك بين السماء والارض، اثنين صلى عليه كل ملك في السماء، ثلاثة فتحت له ابواب السماء، اربعة ما من ملك على باب من ابواب السماء الا ضرع الى الله ان يعرج، ان تعرج روحه من هذا الباب، خمسة خرجت روحه قاطية بنفحة مسك وجدت على وجه الارض، اي امرأة لما ينزل القبر بتاعه وبعد كده يوروله النار، ايه ده، هذا كان مقامك في النار لو كنت عصيت الله، الحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد. يفتكر كل مرة كان ناوي ينتكس وربنا عصمه، تفتكر كل مرة كانت ناوية تعصي وربنا عصمها، تفتكر يوم ما كانت مترددة تلبس النقاب ولا لا وقعدت تقيسه قدام المراية وتقلعه وتقيسه وتقلعه وربنا ثبتها ونزلت بيه، تفتكر لما كانت على علاقة بشاب وقعدة مترددة مش قادرة اسيبه اسيبه ولا لا وفي الاخر ثبت وضحت بيه عشان ربنا، يفتكر لما كان متردد المال الحرام ده رزقي ده اكلي ده فلوسي واصرف منين لغايه ما ربنا اعانه وسابه، يفتكره لو كنت عصيت ربنا كان حصل ايه، ايام رائعه حتى في القبر، حتى في القبر، حتى في لحظه الموت، فتنزل عليهم الملائكه افواج وراء افواج الا تخافوا ولا تحزنوا، الفوق ده بيبشرك انك بتنظري لوجه الله، والفوق ده بيبشرك انك هتشرب من ايد النبي عليه الصلاه والسلام، والفوق ده بيبشرك بالفردوس الاعلى، والفوق ده بيبشرك بال من عذاب القبر، والفوق ده والفوق ده والفوق ده والفوق ده، افراح، ايام رائعه، ايام رائعه في كل حاجه يا جماعه، حتى في القيامه ولقاهم نضره وسرورا، لقاهم يعني من اول لحظه طالعين تلاقي ناس واقفين مستنيينك فرحانين بيكي، ما تخافيش ما تخافيش، كل ده مش ليكي، كل ده ما تقلقيش منه خالص. عبد الرحمن بن عوف لما السيدة عائشة قالت له ان الاغنياء بيدخلوا بعد الفقراء في الجنة قال لها وماذا افعل اذا كنت انفق مئة فيخلف الله علي الف، اعمل ايه، ظننت اني لو رفعت حجرا لوجدت تحته ذهبا، اعمل ايه اذا كان ربنا فتح على الانسان المتدين يعمل ايه، انا شفتها بعيني مع اصحابنا الملتزمين في الدفعة بعد ما تخرجنا، لو حطوا ايدهم في التراب يبقى ذهب، هم اللي بيسموه، هم اللي بيسموه عشان مشغولين مش فاضي من كتر فتح ابواب الرزق، ينتظرك ايام رائعة لو ربنا حبك، ينتظرك ايام رائعة لو ربنا تولاك، ينتظرك ايام رائعة لو ربنا رضى عنك، لو ربنا حبك ينتظرك ايام رائعة، ازاي بس خليه يحبك بس عيش عشانه، فاذا احببته خد بالك من الحديث ده، امسك قلبك امسك قلبك، انا عايزكم تركزوا معايا يا جماعة، حديث الرهيب ده الخزائن كلها تتفتح الوقتي، فاذا احببته مفتاح لكل الخزائن، كل خزنة من خزائن ربنا لها مفتاح، الا فاذا احببته مفتاح بيفتح كل الخزائن، بيفتح كل حاجة، امسك قلبك الوقت مع عطاءات ربنا، امسك قلبك معايا، فإذا أحببته ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته واحد كنت سمعه الذي يسمع به، أول حاجة ربنا قالها السمع ليه؟ ما هوش هتسمع الأغاني والهلس والكلام ده، ما هوش هتسمعه، أنت راكب في المواصلة مش وأنت سامع، طب اشمعنى السمع اللي ربنا بدأ بيه؟ لأن السمع ده أول حاجة هتشهد عليك يوم القيامة، شاهد عليهم سمعهم، طب ليه؟ اشمعنى؟ لأن اللي أنت اديته ودانك ده اللي هيحدد اتجاهك في الحياة، اديت ودانك لدعية ولا لواحد مفسد؟ اديت ودانك لصاحب صالح ولا لصاحب فاسد؟ وبصره الذي يبصر به هتشوف بنور الله ولسانه الذي يتكلم به هيبقى كلامك نور، تكلم اصحابك في الدين كلهم يلتزموا على ايديك، ويده التي يبطش بها هتعيش الحياه وتواجهها بقوه الله سبحانه وتعالى، هتستمد قوتك من قوه الله، ورجله التي يمشي بها هتبقى مسدد الخطى في حياتك، في اختياراتك، في جوازك، في اختيارك في الجواز، في كل حاجه، في شغلك، ولئن سالني لاعطينه، هتبقى مجاب الدعاء،
ولئن استعاذني لأعيذن، هتبقى في حسن حصين من الله بالله سبحانه وتعالى. وفي رواية مسند أبي يعلى: وقلبه الذي يعقل به، هتبقى قلبك ده جنة من الجنات. امسكي قلبك لو ربنا تولاكي، ينتظرك أيام رائعة لو ربنا تولانا يا جماعة، أيام رائعة. الآية اللي بتبهرني وبتبهر قلب أي حد لما يسمعها بقلب، قول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا، الله يخرجهم من الظلمات إلى النور. وقفت قدام الآية قلت نور إيه؟ نور في الدنيا، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، نور في عند الموت، وملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس اللي بتقبض روحه، نور في القبر، افتحوا له بابا إلى الجنة يجي من أنوار الجنة، نور في الصراط لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول بشراكم اليوم، لما هم لسه جايين يعدوا من على الصراط وربنا يخليهم يجوزوا كالبرق، البرق ده نور اصلا يا جماعة، ربنا اتمم لنا نورنا، نور على الصراط، نور في 50,000 سنة على منابر من نور، نور وجه الله ونور حجاب النور، الجنة نفسها زي ما النبي قال نجاة في الجنة، الجنة من بره عارفين النجا في الفخم والاضاءات ده لسه من بره، امال من جوه يبقى شكلها ايه؟ تخيلوا يا جماعة حياة، انما التاني حياته كلها ضلمة، حياته كلها خانقة، ضلمة عند الموت، ملائكة سود الوجوه، ظلمة في القبر والعياذ بالله، ان هذه القبور مملوءة ظلما على اهلها، ظلمة يوم القيامة ظلمتان، ظلمة في النار فهي سوداء مظلمة، ظلمة في الدنيا ظلمات بعضها فوق بعض. يا اخوانا هتختاروا ايه؟ انا الوقت بخيركم، اختاروا يا شباب، اختاروا. هدف السلسلة دي انك تختاري، انك تختاري، يا اللي لبست نقاب ولسه لغاية الوقت ما بتعمليش حاجة في الدين، تختاري، يا اللي لغاية الوقت لسه مش عايزة تلبس حجاب اصلا، تختار، يا اللي لغاية الوقت ملتزم بالكلام وخلاص، تختار، يا اللي لسه متردد ومتذبذب، تختار، يا اللي لسه في قلبك شهوات وحب دنيا، تختار، يا والدي ويا والدتي، يا اللي سايبيني ولادكم، يا اللي بتخافي على بنتك من شوية هوا الشباك يتفتح عليها بالليل ومش خايف عليها من نار جهنم، يا اللي خايف على ابنك وامتحان الثانوية العامة قلبك مرعوب ومرجوف معاه ومش خايف عليه من امتحان القبر، يا اللي لما بنتك بتلبس النقاب بتقول لها انت قضيت على نفسك، انت هتودي نفسك في داهية، والثلاثة مليون عانس اللي عندنا ودوا نفسهم فين؟ والمتبرجات اللي ما فيش جواز برغم التبرج بتاعهم ودوا نفسهم فين؟ هتودي نفسها الجنة، وهت في الدنيا ينتظرها ايام رائعة. ابنك اللي التزم اوعى تقف في وشه، ما تقفش في وشه ايام رائعة. بنتك اللي التزمت انت وهي واسرتكم كلها هيبقى ايامكم رائعة لو سبتيها تنطلق في الدين. اختاروا يا جماعة. احد اخواننا الدعاء اتشاف له رؤية انه قاعد يتكلم عن الشباب، يكلم الشباب ويكبر ربنا، يكلم الشباب ويقول الله اكبر. النبي في الرؤية بعت له قال له وكل ما يتكلم عن الشباب يعلى يعلى يعلى. النبي عليه الصلاة والسلام بعت له قال له طول ما انت بتكبر ربنا وبتتكلم عن الشباب هتفضل تعلى. يعني انا بقول الكلام ده ليه؟ انا بقول الكلام ده لان السلسلة ديت مش انا اللي بديها، انا وانتوا شركاء فيها. القاطرة يا جماعة، في قاطرة انطلقت لانقاذ اكبر عدد ممكن من شباب امة محمد. انا عايزكم تبقوا معايا، انا بتكلم الفضائيات فوق مع الكواكب والنجوم يا جماعة. انتوا اللي على ارض الواقع، انتوا اللي هتحللوا وحولوا الكلام ده لواقع عملي معايش، انتوا احنا كلنا فريق واحد، كلنا هدف واحد، كلنا رساله واحده، كلنا رمضان ده ان شاء الله باذن الله لازم ننقذ الشباب على قد ما تقدر، حتى اللي قاعد قدام الوقت يقول اول مره بيسمع دين. انت معانا في الفريق بتاعنا، انت معانا في القاطره بتاعتنا، انت معانا في الفريق الابطال اللي منطلق لربنا سبحانه وتعالى. ينتظركم ايام رائعه لو عرفتوا ربنا سبحانه وتعالى، لو ربنا رضى عنك ينتظرك ايام رائعة. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة. سورة الفتح كلها لما ربنا رضى عن الصحابة عملهم ايه؟ قومي اقريها دلوقتي، قومي اقراها دلوقتي، 4 صفحات ونص فتوحات في سورة الفتح عشان لقد رضي الله. لو ربنا رضى هيحصل ايه يا جماعة؟ خلاص يا جماعة، اوعى تقول انا مش قادر، البيئة فازة بيت مين يا ابني؟ ده قصر فرعون خرج منه 3 من عمالقة الايمان في تاريخ البشرية. امرأة فرعون احد 4 نساء كانوا في البشرية. مؤمن آل فرعون اللي نزل فيه سورة غافر، مؤمن آل فرعون. ناشطة بنت فرعون اللي النبي عليه الصلاة والسلام وجد ريحها هي وولادها في السماوات العلى في رحلة المعراج. خرجوا من قصر فرعون، ما تقولش البيئة فازة، ويعني البيئة فازة، قوم واجتهد وحاول، اوعى تضيع هذه الايام الجميلة، اوعى تضيع هذه الايام الرائعة. مش هتحس ان الحياة لها طعم غير في الدين يا جماعة. فلنحيينه حياة طيبة. الحياة الطيبة ابراهيم لقاها في النهر، ويوسف لقاها في السجن، والنبي عليه الصلاة والسلام لقاها في الغار. هتعيش حتى لو ابتليت هتعيش في حياة طيبة، في حياة سعيدة، في حياة جميلة. هتبقى بتبكي في التراويح من الخوف من النار وقلبك بيرقص من الفرحة. ايام رائعة يا جماعة،
ايام جميله قوي، ايامنا الحلوه، ايامنا الجميله، ايامنا الرائعه، ينتظركم ايام رائعه، اوعوا تضيعوها، اوعوا تضيعوها، ما تبقوش زي روماريو اللي قاعد يحسد في رونالدو ويقول ينتظره ايام رائعه، وفي الاخر الوقت رونالدو حصل له 3 تمزقات في الاربطه بتاعت رجليه ومهدد باعتزال الملاعب، اتنشى عين من روماريو جابته الارض، سبحان الله العظيم. لو كان روماريو، لو كان رونالدو مسلم وبيقول اذكار الصباح والمساء زي الشباب الحلو بتاعنا ان شاء الله اللي هيعمل كده باذن الله من اول الفجر اللي جاي ده اهو، كان ربنا سترها معاه قوي يا جماعه. جيم اوفر يا روماريو، جيم اوفر يا رونالدو، جيم اوفر يا كل واحد عصيت ربنا ومشيت في طريق المعصيه، جيم اوفر يا كل واحد حسبت ان المعصيه فيها سعاده ولا المخدرات فيها سعاده ولا سكه البنات والبلاجات فيها سعاده، جيم اوفر يا كل واحد ما رضتش تتحجب وما رضتش تقبل على ربها، جيم اوفر يا ممثله اللي عندها 90 سنه ولسه بتبوسي جزمه الدنيا والدنيا بتديكي بالجزمه وانت لسه عايزه تتصابي، جيم اوفر يا كل واحد عصى ربنا وعاند ربنا، خلاص خسرانه خسرانه انتهت بدل في طريق غير طريق ربنا. وجيم اوفر يا شباب، جيم اوفر يا شباب، امه محمد اللي هيتوب ويعرف ربنا، بس مش جيم اوفر خسرانين، لا والله الجيم هيخلص واحنا كلنا كسبانين، الجيم هيخلص واحنا كلنا منتصرين على شهواتنا فرحانين، لان مع ربنا مفيش حد بيخسر ابدا، مع ربنا مفيش حاجه بتضيع ابدا. انا عايزكم يا جماعه تختاروا، انا عايزكم 30 يوم يا جماعه مع بعض ان شاء الله، 30 يوم باذن الله سبحانه وتعالى مع بعض هنتكلم على مشاكل، اللي عاوز بس خايف، انا عايز التزم بس خايف، هي حياه الدين مش صعبه مش ضيقه، اللي عايز بس مش قادر، اللي عايز يرجع لربنا، اللي عايز ينطلق في الدين، اللي التزم بس بيحس ان هو مش بيتقدم في دين ربنا، اللي عنده مشاكل كل ما يجي يتوب بيقع، اللي عنده مشاكل كل ما يجي بينطلق يلاقي عقبات قدامه، اللي عايز يوصل، اللي عايز يدخل طريق ربنا بس في شبهات ضد الطريق في صدره، اللي عايز كل دول هنعالج مشاكلهم باذن الملك على مدى ال 30 يوم بتاع رمضان، كل يوم تستنونا بعد الفطار باذن الله سبحانه وتعالى. بعد الفطار يعني هنفطر عليك كل يوم بقى ان شاء الله، تفطروا عليا كل يوم باذن الله سبحانه وتعالى، ما عنديش مانع والله يا جماعه، بس نعرف ربنا ونتوب لربنا ونحب ربنا وقلوبنا تمشي كلمه الله فيها مزلزلاها من كتر حب ربنا وحب طريق الملك سبحانه وتعالى. حياه الدين كلها سعاده يا شباب، يا شباب يا اباء ويا امهات، انتوا اللي هتاثروا على اولادكم تاثير حقيقي، انتوا شركاء معانا في الموضوع ده، انتوا مجاهدين معانا في الموضوع ده. الام اللي وقفتني في الشارع بتبكي بالدموع على ابنها، الاب اللي قاعد يجري ورايا في التليفون عايز ابني مش قادر هيموت على ابنه، الراجل هيجيله ذبحه صدريه من اللي ابنه عامله فيه، الامهات اللي ياما الواحد قابلهم في الطريق بكوا دم قدام الواحد وفي التليفون، هنعمل ايه في ولادنا؟ ادي فرصه اهو، فرصه كلنا نشترك فيها، فرصه كلنا نشترك فيها يا جماعه. اللي عايز الحلقات باذن الله من على موقع الطريق الى الله ويتو الله، اللي عايز يحملها وينزلها ويطبعها للشباب من على موقع ويتو الله، اللي عايز ينشر الدين، اللي عايز ينطلق معانا في القافله، اللي عايز يجاهد من اجل انقاذ شباب امة محمد، احنا موجودين كل يوم مع بعض بعد الفطار باذن الله سبحانه وتعالى. ما تنسوش دروس الشيخ محمد حسان بتاعت الصحابة، سلسلة خطيرة، اوعوا تضيعوها، اوعوا يا شباب تضيعوها، نقلة ان شاء الله، نقلة على ايد اهل العلم بتوعنا، مشايخنا الكبار باذن الله سبحانه وتعالى. تنسوش التراويح، ما تنسوش التهجد، تنسوش ربنا ابدا، ما تنسوش حياة الطاعة، ما تنسوش ابدا انك انت طول ما انت في الطريق ده ينتظرك ايام رائعة. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبة ترضى بها عنا، اللهم فرح قلوبنا في دينك، اللهم فرح قلوبنا بطاعتك، اللهم أبهق قلوبنا بقيام الليل بين يديك، اللهم زوج الصالحين بالصالحات وزوج الصالحات بالصالحين، اللهم املأ حياة الملتزمين والملتزمات بالأفراح والأنوار، اللهم أعطهم، اللهم افتح عليهم، اللهم أمدهم بمد من عندك، اللهم أنقذ شباب أمة محمد، اللهم تب علينا، اللهم لا أمل لنا إلا فيك ولا بلاغ لنا إليك إلا بك، اللهم أنت رجاؤنا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إن أعداء هذا الدين قد تكالبوا على الشباب يفسدوهم ويحطموهم ويوردوهم المهالك، اللهم فأنقذ أمة حبيبك، اللهم فأنقذ شباب أمة محمد، اللهم أنقذهم، اللهم أحيهم يا إله يا قدير، اللهم أنقذهم، اللهم أحي قلوبهم، اللهم يا رب ارزقنا الصدق والإخلاص وتب علينا واقبلنا على ما كان منا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.